استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصغير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين ولشعبها بدوام الرخاء والتقدم. ورحب جلالة الملك المفدى بوزير الدفاع الكويتي وكلفه بنقل تحياته وتمنياته لصاحب السمو أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق بدوام الازدهار والرفعة. وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد نماء وتطورا مستمرا على كافة الصعد، مشيدا بالدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في تطوير العلاقات البحرينية الكويتية وخدمة القضايا العربية والإسلامية. وأكد جلالته أن تبادل مثل هذه الزيارات على المستوى الرسمي له دور كبير في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف المشتركة. من جانبه أعرب معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما يبديه جلالته من حرص واهتمام مستمر بتطوير العلاقات البحرينية الكويتية بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.